هو لو أعطته لزوجها هبة، خذ هذه الهبة لشراء شقة، فلا يجوز أن ترجع في الهبة، يبقى صارت ملكا لزوجها، يبقى في هذه الحالة المال ملك لزوجه لزوجه، فلا يجوز أن تأخذ منه إلا إذا لم يعني ينفق عليها في النفقات الأساسية اللي هو الملبس ما فيش شغل. والمشرب وهذه النفقات، فهو يجوز. وانت حديث هند زوجة أبي سفيان لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت أن زوجها شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فإن كان هو يبخل ولا ينفق فعليها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. نعم شيخ كريم.